متأكد انت ما تقلتيش. منار اللي عشت طول عمري احبها وعمري ما حبيت غيرها عمرها ما تقدر تأذي حد، حتى لو حد أذاها. الله يرحمها بقى، ما يجوز عليها غير الرحم. هو ايه اللي حصل يا منار؟ ايه اللي جرى؟ احكيلي احكيلي زي ما طول عمري كنت بتحكيلي. عارفة أحلى كلمة سمعتها في حياتي إمتى؟ امبارح لما قلتيلي إنك عمرك ما حبيتي حد غيري. منار أنا إحنا اللي بينا ما كانش حب عادي. أنتِ بالنسبة لي أهم حاجة في حياتي. حبك كان بيجري في دمي. وبعدين فجأة اختفيتي. اتجوزتي وسافرتي وما بقتش عارف عنك أي حاجة. ولحد دلوقتي ما أعرفش إيه اللي حصل. ليه عملتي فيا كده؟ 5 سنين ولا أشوفك ولا أسمع صوتك. هو في ايه؟ انا اللي هتكلم بس، انا اصلا جاي اسمعك. وهتصدقني ولا هتعمل زيهم؟ طبعا هصدقك نار، انا مش هسيبك تاني، انا هقف جنبك لحد ما تتعالجي ولحد لما اثبت براءتك كمان. هو انت فاهم انني هبة ولا ايه؟ هو في ايه يا منار؟ انت بتتكلمي كده ليه؟ بقول لك ايه؟ هو انت مش بتحبني وميت في دباديبي ومستعد تعمل عشاني اي حاجه؟ طبعا. طب انا هجيب لك النهي والقاضي على التكه والسخايه. هربني من هنا. بقول لك ايه؟ اياك تطلع عيل سكرته وتروح تبيعني. اوعي يا ولا، اوعي يا ولا تروح تقول انني اللي بعت لك الرساله عشان تفلسح قبل الحكومه ما تطب. عيب يا بت، انا مش هقول حاجه طبعا، بس انا عايز اعرف مين اللي قال لك ان الحكومه هتيجي، ومين اللي قال لك ان في حته حشيش في المطرح؟ مش وقته، هنبقى نحكي لك بعدين. بنت يا ورده. نعم يا سيد الناس. طب نجري جوه. حاضر حاضر يا سيد الناس. يا ريشه اعمل لي فيها عبد الحليم يا ريشه؟ كل شويه تنط لي في البيت عشان تسقم على ورده؟ طبعا الحجه اللي انت بتدور على وزه. ما انا لقيتها يا سيدي المعلمين. قومي. هو في ايه؟ هو انت مش عايزه تهربي؟ هو انت اللي بعتك؟ اسكتي خالص، مش عايزه ارغي. حاضر. بيفتح اهو. ايوه فتح. ايش البتاع دي؟ راح. معلش. طب استني استني، هلبس الجزمه. استني يا بنت. بيتك. طيب بقول لك، هتعرفي تنزلي من على المواسير؟ واتشعلق على سلك الكهرباء لو حكم. طيب ماشي، الحديد اللي مفكوك من على الشباك ده مفكوك مخصوص علشانك. هتعدي وهتنزلي من على المواسير هتلاقي عربيه جيب كبيره سودا واقفه مستنياكي. امين؟